ولكن قبل أن نبدأ فضلاً لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للنهاية لدعمنا لنشر المزيد والمزيد إن شاء الله. قصة أصحاب الكهف توضح أن الإنسان الذي يتمسك بالحق ويحافظ على إيمانه ينصره له عز وجل، وتحكي القصة عن مجموعة من الفتية احتموا في الكهف من بطش ملك جبار وظالم، وليفروا بدينهم الحق بعيدا عن الكافرين. تدور قصة أهل الكهف حول مجموعة من الشباب لم يتم تحديد عددهم، ولا وردت أسماؤهم في القصص القرآني، ولكنهم مثال يحتذى به في الحفاظ على الدين والعقيدة، وتبدأ القصة بما يلي. عاش مجموعة من الفتية الرافضين لعبادة الأصنام في قرية كان أهلها كافرون يعبدون الأصنام التي يصنعوها بأيديهم ويسجدون لها من دون الله. يذكر بعض علماء الدين أن هؤلاء الفتية كانوا يؤمنون برسالة سيدنا عيسى عليه السلام. كان جميع أهل القرية كافرين متشددين ولا يسمح لأي كان أن يسيء لأصنامهم التي يقدسونها. نلفيغ يخرجون معا إلى الخلاء بعيدا عن أهل القرية لعبادة الله وحده والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وكيف أبدع له في خلقه. حاول الفية إقناع أهل القرية بأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر، وعليهم التوجه لعبادة الله الواحد الأحد، وترك عبادة الأصنام. رفض أهل القرية الاستماع لهم واستنكروا دعوتهم، ورغم ذلك لم يكفوا عن دعوتهم إلى الدين الحق آملين أن يستجيبوا لهم. علم الملك الحاكم للقرية بأمر هؤلاء الفتية وما يدعون إليه، فأمر جنوده بأن يبحثوا عن هؤلاء الفتية ويقتلوهم. كان الحل الوحيد هو الفرار من القرية حتى ينقذوا أنفسهم من بطش هذا الملك الظالم، وحتى يمكنهم التفرغ لعبادة الله بعيدا عن أهل القرية الكافرين. إن الله سبحانه وتعالى يحمي عباده المخلصين المؤمنين، فما حدث كان كما يلي. ظل الفية يبحثون عن مكان يمكنه الاختباء فيه، فأوحى لهم له ليدخلوا إلى كهف ليستريحوا فيه. دخل الفية ومعهم كلبهم إلى الكهف حتى يناموا ويستريحوا بعض الوقت. في الأثناء خرج جميع أهل القرية للبحث عن الفتية مع الجنود حتى يقتلوهم، لكن أمر الله كان نافذ عليهم وأعمى بصارهم فلم يروا الكهف. نام الفية فكانت معجزة له سبحانه وتعالى حيث ناموا 300 عام. كانت رحمة الله بهم واسعة فكانوا يتقلبون خلال نومهم حتى تظل أجسادهم سليمة ولا يصيبها أذى، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أمر الله الشمس أن لا تصل إلى المكان الذي ينامون فيه حتى يحافظ على جسدهم من الحروق التي قد تسببها أشعة الشمس. كان هؤلاء الفتية معهم كلبهم عندما دخلوا إلى الكهف، ويقول المولى عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكان ذلك لحكمة، فقد كان الكلب سببا في حمايتهم فلا أحد يستطيع الاقتراب منهم. مرت سنوات عديدة وهم نائمون في الكهف تصل عددها 300 سنة، وعندما استيقظوا ظنوا أنهم ناموا يوما واحدا. كانوا جائعين، فقال أحدهم أنه يجب أن يخرج إلى السوق لشراء بعض الطعام. نبهه أصحابه على ضرورة الحذر حتى لا يعرفه أهل القرية أو يقع في يد الملك الظالم. عندما خرج أحد الفتية للذهاب إلى السوق، كانت هناك مفاجأة في انتظاره، وهي وجد تغيير كبير في القرية، البيوت مختلفة عن ما كانت عليه، وكان أهلها يرتدون ملابس مختلفة لم يعهدوها. ذهب لشراء الطعام،
لكن أخبره أحد التجار أن تلك النقود قد انتهت من مئات السنين. عندما تعجب أهل القرية من النقود التي يمتلكها والملابس التي يرتديها، فسألوه عن حكايته ومن هو. قص عليهم الفتى قصته وكيف هربوا هو وأصحابه من هذا الملك الظالم. أخذوه إلى الملك ليروي تلك القصة، فتعجب الملك وذهل معه ليرى الكهف الذي اختبأوا فيه. عندما ذهب الملك معهم وتحقق من صدق روايتهم، ماتوا على الفور. لكل آية وقصة في القرآن الكريم عبرة وعظة موجهة لكل مسلم يؤمن بالله الواحد الأحد ويرغب رضاه. ومن الدروس المستفادة في تلك القصة ما يلي: الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. كل ما يحدث في حياة البشر له حكمة قد لا يعلمها إلا لله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله والثبات عليه والدفاع عنه من أعظم الأمور التي قد يقوم بها الإنسان. المسلم القوي إيمانه هو القادر على المرور من اختبارات المولى له والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنة الخلد. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، ونتمنى منكم الاشتراك في القناة.